وكاد هذا النوع عرفنا اصلا من البدايه ديال الدرس راه ديال كندرسو غير لي فونكسيون افين. الفونكسيون لينيير هي اللي غنديرو الفقره ديالها واحد شويه. دابا هاد فونكسيون كونستانت ولا فونكسيون نول، المهم هادو هما اللي غنشرح الان بسرعه، اصلا هما ساهلين، ماشي حاجه اللي معقده. نعطيكم مثال في لا فونكسيون كونستانت، نكتب هنا هكا، نعطيكم واحد الداله اون فونكسيون كونستانت، هكا نقولوا جي دي اكس ايغالا 5. دابا الداله شنو المهمه ديالها؟ كلشي لي نومبر كتربطهم مع 5. دابا الا كتبت بديك الكتابه الاخرى ديال السهم، يعني لا فونكسيون جي في لاسوسي ا تول ان امبورت كيل نومبر ريال لا فالور 5، اي عدد كيف ما كان كتربطوه هي مع 5. يعني بحال شي ليماج لي ان فاريابل، الصوره غير متغيره، واخا تغير في اكس تي فاري اكس اون با دو شونجمون بور ليماج. مويت خوف واش كتكون متوازيه مع ديال لي زابسيس؟ كتكون متوازيه مع محور لاكس دي زابسيس، محور افاسيس صح. غنديرو نيت لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك هنا الى حسب هكا جي دي اي 2 غتجي لهنا، حيت هادي هي كتابة الدالة، كاين هادي كتسمى كتابة الدالة ليكسباسيون دو لا فونكسيون. دابا هنا اصلا هادي ديال ايكال هي اللي كنستعملو ملي كنبغيو نحسبو ليماج ديال شي نوب. اجي غتحيد اكس، حيت اكس مكتوبة فواحد البلاصة غير هنايا، غتحيد اكس وغدير دو، وغتكتب جي دو دو ايكال 5، جي دي 2 تساوي 5، يعني الصورة ديال 2 هي 5. ملي تبي تحسب الصورة ديال شي عدد آخر بحال جي 2 غاسين كاري 2 7، جي دو مربع 7، أجي غتحيد تاني إكس ودير جي دو مربع 7 بقا كيساوي تا هو 5. يعني كلشي الأعداد راه غيكون الصور ديالهم 5. دابا هاد الدالة دي اللي كتسمى لا فونكسيون كونستانت، ملي كترسمها كتكون دايرة هي بحال هكا، حيت أي عدد كتكون بحال كنقولو هادي غيكون، المهم نحسب بعدا فين 5، حيت هاديك 5 هي الصورة. دابا كلشي الأعداد 1 2 3 4 5، دونك كلشي الأعداد راه الصورة ديالهم هي 5، يعني غتكون كنقولو هنا ناخد أنا، حيت دابا هي دالة اون فونكسيون كونستون، لا سيت ان كا بارتيكولي دو لا فونكسيون افين، ياك حالة خاصة ديال الدالة التألفية. يعني إلا بغيت تعمل الطريقة ديال الدالة التألفية بالنسبة للدالة الثابتة غيكون صحيح، غيكون صحيح. الا استعملت الطريقه ديال الداله التالفيه بالنسبه للداله الثابته غيكون عندك صحيح، لان اصلا الداله الثابته لا فونكسيون كونستانت راه اون بو لا كونسيداري كوم اون فونكسيون افين، نقدر نعتبرها راه داله تالفيه. وهنا نعتبر ان جوج نقط. دابا هنا حيت هادي ملي حسبتي جي دو دو ايكال 5 عطاتك واحد البوان، نقولو ا دو كوردوني 2.5، هذا هو لابسيس، هذا هو الأفصول، وهذا هو لوردوني. الثاني هذه واخا هي شوية صعيبة، هذه تجي دمور بسبعة، المهم نفترضو خدينا شي عدد آخر غير هاد، نديرو هكا ناقص 3، وهنا غيكون عندك بي ذات الإحداثيات ناقص 3.5. صافي ترسم هادوك جوج نقط اللي كاينة أ عندها جوج 5، يعني غتكون في هاد المكان، وكاينة بي ناقص 3 5، واحد ناقص واحد ناقص اثنين ناقص 3، غتكون هنا بي، غتكون في هذا المكان، هادي أ. صافي غترسم المستقيم، ملي غترسم غتفاجئ أنه راه متوازي مع محور الأفاصيل، حيت كلشي النقط إذا جربتي تاخد شي نقطة أخرى تاني تحسب الصورة ديال شي عدد آخر بحال كتجي دو 6 إيكالا تاهي 5، غترسم هاد البوان ديال دابسيس 6 دوردوني 5، غتلقى ان راه غتلقى حتى هي راه كتنتمي 1 2 3 4 5 6، غتلقى حتى هي راه كتنتمي ل انا سميو السي. دونك دائما الداله الثابته كيكون التمثيل المبيني ديالها كيكون متوازي مع محور الافاصيل، تقدر تكون فوق محور الافاصيل تقدر تكون تحت منه، ما كيهمش، تكون دائما هي دايره بالطريق.
la fonction nulle. Fonction nulle là, il y a la fonction constante. Regarde, il y a ma tâtaïna, dak b diala, dak l'image de tâtaïna, kouchi l'adad sefa. Elle dit qu'est-ce qu'on dit à l'alka. Il a ressenti l'alka, l'timti l'adad ou l'ma'lem. كتكون الداله الداله المنعدمه كتكون دايزه بحال كتكون نيت تمتيمي بيان ديالك كيكون مطابق نيت مع محور الفاصل كتكون دايزه من هنا صافي دونك شرحت هادو وكدير كتعطي كلشي الاعداد كتعطيهم صفر في الصور نخرج علي الرجال هادي لا فونكسيون ليني نشرح هادوك الورق اللي عطيتكم دونك عقلوا مزيان راه Toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Quand c'est d'abord le chater, d'abord t'as alufia. Mais que l'axe chater. Mais si quand c'est d'abord t'as alufia, d'abord chater. Et alors, si quand d'abord chater, c'est d'abord bidier comme que ça va se faire. Mais que là, t'as obtenu d'abord t'as alufia. Adia. Mais si quand d'abord chater, c'est d'abord bidier comme que ça va se faire. Mais là, t'as obtenu aïd d'abord t'as alufia. Mais si d'abord quand d'abord bidier comme que ça va se faire. Quand d'abord quand c'est un nombre qui est différent. Donc Toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines, mais ce n'est pas toutes les fonctions affines sont des fonctions linéaires. Mais si vous avez دونك راه دوزنا هادشي هذا الفيديو الاول ديفينيسيون مع ليكزومبل الاول هذا من بعد بروبريتي مع ليكزومبل الثاني هذا الفيديو الثاني والفيديو الثالث هو هذا ديفينيسيون ديال لا ريبريزونطاسيون غرافيك مع ليكزومبل الثالث دابا نمشيو للباج الثانيه دابا هنا ديفينيسيون قال لك اون فونكسيون لينيير اف اي اون فونكسيون كي ا تو نومبر ريال اكس اسوسيي لو نومبر ريال ا اكس او ا ايتون ان نومبر ريال دوني داله خطيه هي كل داله تربط عدد حقيقي اكس مع العدد الحقيقي ا اكس هنا بيناتهم كاين الضرب او ا بحيث ا عدد حقيقي معلوم يوني كري دونك كاين جوج كتابات كاين هذه الكتابه ديال سام كاين الكتابه ديال ايغا حكسي انا بالنسبه لي كنظر الداله الخطيه هي نسخه سهله ديال الداله التالفيه كنتهناو من داك بعوض كنضربو خاصه نضربو في ا عاد نزيدو بي هنا يكفي انا كنضرب في ا فقط ما كاينش داك بي كيساوي صفر دونك ا اي تابولي لو كوفيسيون اي تابولي لو كوفيسيون دو لا فونكسيون لينيير ا كيتسمى بحال الداله التالفيه ا كيتسمى المعامل ديال الداله الخطيه ا اكس اي ليماج دو اكس بار لا فونكسيون لينيير اف ا اكس هو الصوره ديال اكس و x يعني هو الانتيسيدون هو السابق ديال ax par la fonction f دونك هنا غومارك la fonction linéaire est un cas particulier de la fonction affine الداله الخطيه هي حاله خاصه ديال الداله التالفيه حيت هذاك b ديالها كيساوي صفر حيت الا شو قال لك لماذا عندنا علاش عندنا الحق نقولوا راه الداله الخطيه راه داله تالفيه حيت الداله الخطيه هي f دو x ايكالا ا يقول لك علاش هذه الداله تعرف يقول لي حيت راه نقدروا نزيدوا هنايا الا بغينا نقدروا نكتبوا هنا بيس زيرو صافي يعني ها هو ا هذا هو ا وهذا هو ب غير هو في الحاله ب راه كيساوي صفر دونك سوا اف اون فونكسيون لينيير ديفيني بار دونك عطيتكم ليكسبرسيون دو لا فونكسيون دونك لا بروميير كيسيون ils nous ont demandé de calculer les images de quelques nombres réels طلبوا منا نحسبوا الصور ديال بعض الاعداد دونك هنا اول شيء بعدا خاصك تحول دوز من الكتابه من ليكسبرسيون ديال لا فلاش دوز ليكسبرسيون ديال ايكا طبعا هنا غيبدا الكالكول دونك هنا ثاني كاين جوج كتابات راه وريتهم لكم نفس تقريبا نفس داكشي اللي درنا في الفقره الاولى غيتكرر بالنسبه للفقره الثانيه
داكشي اللي درنا في فونكسيون افين هو اللي غنعاودو تقريبا غير شويه بحال تيسهل شويه الاجوبه هاد المره ما غيكونش داك بي. دونك هنا كاينه الكتابه ديال الجواب مرحله تحت مرحله وكاينه ديال الجواب في سطر واحد. وانا كتعوض اكس بداك العدد اللي بغيتي تحسب ليماج ديالو صافي كتحسب. كنظن هادشي راه يجيكم ساهل الوضع. Donc, Helena Angolo, l'image de moins 7 par la fonction f, c'est 21. Ou l'antécédent de 21 par la fonction f, c'est moins 7. La propriété. Si f est une fonction linéaire, x est un nombre. Il y a non nul, c'est un non nul, c'est un dénominateur, c'est un maqam, c'est un maqam. Le rapport f de x sur x est le coefficient de la fonction f. Donc, on a la fonction linéaire, c'est le moyen. Mais je suis pas d'aller à l'offre, 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 je suis pas d'aller à نقص واحد السؤال داك السؤال الاول السؤال الثاني في المثال الاول هو الجواب ديالو تقريبا نفس الطريقه بحال كيشبه لذاك السؤال وانا كتسمي هنا الاسم سمي اي اسم بغيتي غير هو تفادى ا و ب حيت كان داك تي ا و تي ب كنخليهم هما باش كنرمزو لذاك الكويفيسيون ديال داك لوردوني ا لوريجين هنا سمي اي اسم بغيتي كتقدر تسمي الفا بيتا غاما Donc on a fait l'exemple de Galix soit G une fonction linéaire telle que. Donc on a attendu l'image et le nombre. Attendu l'image il moins 9. Donc on a la première question, déterminer l'expression de la fonction G. On sera un G puisque c'est une fonction linéaire, il suffit de trouver le coefficient. Et puis on a le gars avec le mohamil ou un qui t'a dire l'expression de la fonction. Donc, هناك, puisque la c'est une fonction linéaire. Donc, puisque g est une fonction linéaire, alors son expression est de la forme. Donc, comme ça, tu as g de x ou à x. On calcule de a le coefficient de la fonction g. Donc, je sais pas si c'est avec la relation qui f de x sur x. En fait, le nom de la fonction g. صافي حيت x ودرت بلاصتو موان 9 صافي من بعد في السطر الثاني فاش غتبان ديك 18 حيت فاش غتحيد g دو موان 9 غدير بلاصه 18 وغتحسب صافي لقينا موان 2 في الكويفيسيون صافي غترجع للكتابة ديال الدالة تحيد داك a تحيد a ودير بلاصتو موان 2 صحيح ابو فرسان موان 2 نكمل السؤال الثاني كالكولي سي زيماج فاش غتلقى ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون غيطلب منك بزاف ما تستعمل ديك ليكسبرسيون هنا غنحسبو بعض الصور المهم هادشي راه واضح نمشيو دابا الفقره الاخيره ديفينيسيون لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو فونكسيون لينيير دون زان روبار اورتونورمي او اي جي لا اورتونورمي هي موماندون متعامد ممنظم اورتو جات من اورتوغونال متعامد نورمي ممنظم في الفرنسي كنزيو كنقول اورتو نورمي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو فونكسيون لينيير اف ديفيني بار دونك ليكسبرسيون اي لا دروات سي اف ديكواسيون ريدوي دونك هي كفينا كتحيد اف لي اكس ودير اي غريغ انت عندك الكتابه ديال الداله دونك هاد بحال هاد لا دروات هذا اللي سميت في سي اف لو كويفيسيون ديريكتور ديالو المعامل الموجه هو ا وداك لوردوني ا لوريجين راه هو زيرو حيت هنا كاينه زائد صفر دونك زيرو يعني الا كان عنده داك لوردوني الوريجين
سفر يعني راك سي دوات باس باس نيسيرمون باغ لوريجين دو روبير ضروري غيكون كيمر من هاد المستخدم كيمر من اصل المعلم لان بي ديالو كيساوي صفر لوردوني ا لوريجين الي نو دونك هو مارك لا ريبريزونتاسيون غرافيك دو فونكسيون لينيار اوتين دوات كي باس دونك اوتين دوات وعلاش التمتيم البياني ديال الداله الخطيه مستقيم لان ورثتها من عند الداله التالفيه ولكن باش زايده الداله الخطيه هو انه داك المستقيم ضروري 100% خاصو يمر من اصل المعلم باس باغ لوريجين دو روبير علاش السبب لان بي ايكالا زيرو La représentation graphique représente graphiquement la fonction linéaire. Donc, attends, on a de l'arsenal en ce moment. Donc, au moins, nous avons l'écriture de l'expression de la flèche, nous avons l'expression de l'égal, mais nous avons f de x de y. Donc, nous avons l'équation réduite de la droite, c'est le f, et nous avons le gage de la droite. Le gage de la droite, x, on a le x 0, il a le 0, il a le 0. Nous avons l'idée de dire 0, x, il a l'origine du repère, l'as de la main. Et nous avons l'idée de 0, 0, on a le faire. إلا عطيت بحال كربعة علاش اختاريت ربعة ربعة حيت إلا اختاريت ربعة غيكون عندي سامبليفيكاسيون إلا عطيت الإكس ربعة غيكون اختزال بربعة غيتبقى لينا ثلاثة دونك لو بوان أش سميتها أش تقدر تسميها اسم بغيتي دابا التمثيل صافي كفاية إنك ترسم دابا لي دو بوان لوريجين راه أصلا ضروري خاص تكون أون فوا كترسم لو غوبير راه ضروري خاص ترسم تسمى هاد لو بوان دابا باقي لك غير أش أنت رسمتي أش Donc tu feras l'image de 4, c'est 3. Sur le diarba, il y a 3. Donc je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Donc l'image de 5. Là, je vais vous حاول تجاوبوا اوديو ودابا شغل تربع صحيح حيت دابا ها 5 حيت دابا عطيتكم انا لونتيسيدون هذا السابق يعني خصك تاخذوا على محور الافاصيل دابا غتمدد تتقاطع مع المنحنى ديال الداله ما سمحوا لي ماشي ما غيكونش لا ما يكونش 5 ما يكونش 4 حيت دابا هاد الداله دابا حيت دابا عندها الكويفيسيون ديريكتور ديالها عندها الكويفيسيون ديالها هو الكويفيسيون ديالها هي 3 سيغ 4 يعني اش كدير هادي يعني لا دروات 3 سيغ 4 يعني اش كيدير كتمشي كتقطع كتقطع خليني نشرح لكم كتقطع مقابل كل اربعه التربيعات مقابل كل تربيع اربعه التربيعات كتقطع افقيا كتقطع ثلاثه التربيعات عموديا يعني الا فكرتي مزيان راه ما كدوش من هذه النقطه صافي واخا نعطيكم شي حاجه اللي غتجيكم ساهله هادي شويه صعيبه ما يمخص الحساب حيت الميديانيين دابا خاص ما كاين ما غيعطيكش ديك الدقه ديال نعطيكم افلي ستة افلي ستة هادي تقدر تعرف يلا شكون راه يجاوب افلي ستة بيتو كان زومي شويه نزومي
Oui. 4,5. Là, j'ai mis 4,5, ça fait 4,5. Et de ben, il a 6 flux des abscisses. ويقدرنا نخرجو في 4.5 حيت هنا كاينه 4 وهنا 4.5 صافي مزيان أموي دونك هنا 4.5 اللي إلا كتبتها بليكخيتيغ راسيونيل كتابة الجذرية تعطينا 9 على 2 On a peut-être mis une image, je crois. F2. F2 moins 2. Et alors, je peux le réjouir à l'aide. On chauffe, je suis à d'accord à moi. Et alors, je suis à 10 jours. اكتيفي الميكرو ويهضر يلا احمر 1,5 ولكن هنا راه موان دو دابا الى شوف الى درنا موان دو راه نسيتي الاشاره اللي ما قلتيش الى نزلنا هنا ودرنا غنتلاقاو معاه شكون اللي كاين هنا بالاحمر ناقص 1.5 مازال ناقص 1.5 يعني هنا غنكتبو المهم الا حولت هذا الكتابة الجذرية غنكتب ناقص 3 ناقص 3 على 2 صح نعكس هذه المرة نعطيكم ليماج وتقلبوا على الصورة نعطيك اسمحوا لي نعطيكم ليماج وتقلبوا انتم على لونتيسيدون نعطيكم الصورة وتقلبوا على السابق كنخلي هنا فراغ وندير يلا بينا نعرفوا شكون هو لونتيسيدون ديال موان 3 يلا شكون اللي يجاوب دابا راه موان 3 سيت اون ايماج يعني خاصك تاخدو على لاكس دي زوردون على لاكس على محور الاراتيب يلا شكون اللي يجاوب يلا موي سي موان 4 موان موان 4 صحيحة دونك هنا علاش موان 4 حيت الى دابا ها موان 3 يعني الى درنا التمديد تنتقطع مع المنحنى ديال الدالة وطلعنا المحور الافاصي غنتصادفو مع موان 4 يعني العدد اللي غنكتبو هنا هو موان 4 واخا كاين واحد التمرين غنشوفو في الكتاب كاين نيت في دوك التمارين ديال الدالة الخطية أو التمرين 13 صفحة 77 يلقى من بين التمثيلات المبينة التالية حدد التي تمثل دالة خطية الشكل الأول دالة خطية لأنه عبارة عن مستقيم يمر من أصل معلم الشكل الثاني كاميرا ما كان اكتيفيوش الكاميرا الصوت يلا بوفوس جاوبي واش دالة واش هاد التمثيل المبيني ديال دالة خطية ليس دالة خطية ليس بتمثيل مبيني لدالة خطية لماذا بوفوس لأنه لا يمر من أصل المعلم مزيان دونك هذا واخا هو مستقيم ولكن الاشكال شنو اللي ناقصو ما كيمرش من اصل المعلم دونك هذا راه التمثيل المبني ديال داله تالفيه شنو اللي خاصو باش يكون ديال داله خطيه خاصو يكون كان كيمر من اصل المعلم كان كنا غنقولوا راه داله ديال داله
خطيه. دونك هذا ماشي حيت هو السؤال واضح قال لك قول لنا غير واش التمثيل الميداني ديال داله خطيه. دونك راه كاين واحد باقي واحد الاشكال اخرى دوزو لهاد الشكل. شكون اللي يجاوبني واش هاد الشكل هل هو تمثيل ميداني لدالة خطية؟ يلا الأحمر. نعم دالة خطية. لماذا؟ لأنه يمر من أصل معلم. لأنه عبارة عن مستقيم يمر من أصل معلم. صح. دونك بيسكو puisque c'est une droite qui passe par l'origine, donc nécessairement c'est une représentation, c'est une représentation d'une fonction linéaire. راه ضروري هذا راه غيكون تمثيل ميداني لدالة خطية. وخاصك انت تكتشف ديك الدالة الخطية التعبير ديالها. بحال كنفترض يكون زادوني سؤال قالك واحد دي التعبير هذه الدالة الخطية خاصك المهم تاخذ تحدد دو بوان بحال هكا. المهم هنا اصلا غير بوان وحدة كافية في الدالة الخطية بوان وحدة كافية. ملي كتبغي تحسب داك ا ديالها خاص يكون عندك غير اسكات تكون عارف الصوره ديال واحد العدد فقط. يعني الا كنتي الا لقيتي واحد البوان كتنتمي للتمثيل الميداني راه غتعطيك داك غتعطيك السابق غتعطيك حتى الصوره. واحد الحاجه اخرى راه بما ان الداله الخطيه راه حاله خاصه ديال الداله التالفيه يعني داكشي كامل اللي قرينا في الداله التالفيه دوك الخاص ديك الخاصيه وكل شيء راه تقدر تطبقهم على الدوال الخطيه والعكس اللي ما صحيحش. زعما ما عندك لا تشدد العرق تقول لي بتخدم الداله التالفيه لا حيت هذه خصيصا غير الدوال الخطيه. ولكن العكس 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 صحيح الا كان بحال ديك الخاصيه اللي قرينا ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس بريم اكس ناقص اكس بريم هذه شفنا في الداله التالفيه ولكن تقدر تخدمها للداله الخطيه وتعطيك حتى هي الجواب صحيح حتى هي تعطيك الجواب صحيح. يعني عوض ما تخدم هذه تخدم هذه غير هو ما عادش ما كندير حيت هذه طويله هذه فيها فيها الحساب بزاف واش انت تخلي علاقه سهله وتمشي العلاقة اللي هي معقده. باقي 10 دقائق. هاد الشكل شكون اللي يجاوبني هاد الشكل هل هو تمثيل ميداني لدالة لدالة خطية؟ يلا الفيلالي. لا لا لماذا؟ ياك ها هو كيمر من اصل معلم. باسكو il y a pas une droite. دونك سي نيبا اون دروات هذا الشكل هذا ce n'est pas une droite مزيان. دونك هذا ماشي 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 مستقيم واخا انه كيمر من اصل معلم ولكن بما انه ماشي مستقيم يعني ليس بتمثيل ميداني لداله خطيه. واخا نرجع نشرح شي امور باقي لي غير واحد الحاجه خصني نشرحها. دابا الا كان عندك داله ما لو غوطا عندنا داله كنفترض عندي واحد العدد هنا بغيت نعرف الصوره ديالو وهنا غتاخذ بحال نقولو كاين واحد العدد نسميه الفا هاد الفا بغيت الصوره ديالو غتمدد تمدد تتقاطع مع المنحنى ديال الداله وتدور المحور راتب صافي هاد العدد اللي تلاقيت معاه راه هو اف لي اف. ولكن واش الداله واش بامكانها تكون بهذه الطريقه؟ مستحيل تلقى شي داله بهذه الطريقه. علاش؟ لان هنا غيكون عندنا غيكون عندنا واحد المشكل انه بحال الا اعتبرتي هذا العدد ارفع في هذا المكان وبغيتي الصوره ديالو فاش غتمدد راك ماشي غير غتقاطع مع المنحنى ديال الدالة في نقطة غتقاطع معاه في جوج نقط. وهنا غيك ما غنعرفوش شكون واش هذا هو اف لي الفا ولا هذا اصلا هنا الدالة هي اصلا ملي كتعطيك شي عدد شي صور كتعطي صورة وحيدة ما يمكنش تعطيه جوج صور مختلفين. وكان الحال ما عمرنا ما نتصادفوا معاه يعني
اش بين نقول لكم انا من هادشي كامل، يعني انا في الداله تمتمي بياني ديالها ما عمره ما كيرجع. دابا هو كيكون غادي ما عمره ما يرجع بحال هكا. ديك الرجعه، حيت هذيك الرجعه هي اللي كتخليك باش يكون عندك هذاك العدد اللي تحتنا غيكون عنده جوج صور، فهمتوا؟ ديك الرجعه ما عمره الداله ما تكون ولا تكون بهذه الطريقه. هادي عاوتاني الى دايره بحال هكا، هادي ما غاتكونش مستحيل تلقاو شي داله بهذه الطريقه، لان غيكون هاد العدد ماشي على صوره واحده اللي غتكون عنده، غيكون عنده ثلاثه ديال الصور. اصلا الدوال ملي كيعطيو الداله، ملي كتعطي شي عدد شي صوره كتعطي صوره واحده، ما يمكنش تعطي جوج صور ولا ثلاث صور. دابا كل عدد لديه على الاكثر صوره واحده، لديه على الاكثر صوره واحده، يعني العدد بامكان تكون عنده الى كثر كتكون عنده صوره واحده، صوره واحده، مفهوم؟ حيت راه كاين شي اعداد اللي ما عندهمش كاع الصور بشي دوال، بحال كنعتبر الداله اف لي اكس يساوي واحد على اكس، هذه الداله غتشوفها في الليست. دابا هادي عندها مشكل مع واحد العدد، شكون هو داك العدد اللي عندها مشكل معاه؟ شكون اللي يقول لي شكون هو العدد اللي ما يمكنش لينا نحسب الصورة ديالو بهاد الدالة؟ بوفوس بيتجاوب صفر. صفر مزيان، حيت الا بغيتي تحسب الصورة ديال صفر غتحيد اكس ودير براسو صفر وغطيح في واحد الكتاب اللي ما يمكنش لك اصلا تكتبها. هذا الكتاب ما عنده حتى شي معنى في الرياضي، يعني صفر هو الوحيد، كل شيء الاعداد تقدر تحسب الصور ديالهم بالداله باستثناء صفر، باستثناء صفر. كيفاش غيكون هذا الشيء في المعلم؟ بلا رسمت الداله، الدالة المهم الدالة راه مشهورة، هي لا فونكسيون انفيرس، الدالة ديال المقلوب. الا رسمت دايرة بحال هكا، اي ما اصلا التمثيل الميداني ديالها بحال كتنقسم لجوج اجزاء. المهم هنا راه داك هذاك التمثيل، هذاك الخط، هذا الخط جاي وكيقرب، جاي وكيقرب، ولكن ما عمره ما يتلاقى معاه، جاي وكيقرب. شفتي داك ليكار بيناتهم، ديك لا ديسونس بيناتهم جايه وكتنقص نقص، ولكن ما عمرها ما توصل لصفر. نفس الشيء عاوتاني هنا، جاي داكشي كيقرب المحورين حتى في الجهه الاخرى هنا. دابا هادي الا بغيتي الصوره ديال صفر غتجي لهنا غتقول ها فين هو صفر في لي زونتيسيدون، ها هو كاين في هذا المكان، وملي غتمدد تطلع للفوق باش تقاطع مع المنحنى ديال الدال ما عمرك ما تقاطع معاه. حتى هنا اللي مددتي من الاسفل ما عمرك ما تقاطع معاه، يعني ما كايناش كاع نقطه تقاطع بين التمديد فيرتيكال، بين هذا البرولونجمون فيرتيكال وبين لا كورب ديال لا فونكسيون، صافي. دونك قلت لكم الداله كتعطي العدد على الاكثر صوره واحده، على الاكثر صوره واحده، صافي. ولكن ما تفهمونيش خطا ثاني، الى رسمت الداله بحال هذا الشكل الى اختارينا بحال اختارينا هاد الصوره هادي، هكا عندنا هنا واحد الصوره بغينا نعرفو شكون هو السابق ديالها. دونك هنا راه عندك جوج احتمالات، كان يا تمدد لجهه اليمين وتقطع مع المنحنى ديال الداله وتنزل لتحت، ولا تمدد لجهه اليسار وتقطع تاني مع المنحنى ديال الداله وتنزل لتحت. يعني هذا العدد اللي كاين في هذا المكان بحال كنسميه انا ام، هاد ام راه عنده جوج ديال السوابق، عنده واحد نسميه بحال هكا الفا وعنده واحد اخر سميتو بيتا. يعني راه كاينين جوج اعداد للصوره ديالهم كتساوي ام بهاد الداله، هكا سميتها الداله هي اف، يعني راه اف لي الفا راه كتساوي ام، وحتى اف لي بيتا تا هو كيساوي ام، صافي. دونك يعني اف لي الفا كتساوي اف لي بيتا تساوي ام. طب قلت لكم انا السابق
الى كثر كيكون عنده صوره واحده، ولكن الصوره لا، الصوره بامكان يكون عندها اكثر، بامكان يكون عندها اكثر من سابق. يقدر ما يكون عندها حتى شي سابق، ولكن بامكانها ما يكون عندها حتى شي سابق، ويقدر ثاني يكون عندها بزاف ديال السوابق. نقدر شي ابعد من ذلك نقول لكم ما لا نهايه من السوابق. بحال اش الا اعتبرت، المهم باقي جوج دقائق، الا اعتبرت هذا الكوسينوس، كوسينوس دوك الدول الجيبيه، دوك اللي كيبداو سينوس بيضا، دوك اللي كيبداو يترددوا بحال شي موجات. خرسموها في جوج جبر غادي احسن. لا واخا ارسم لكم نيت مزيانه سميتو الكوسينس باش تشوفوا كيفاش داير. الكوسين دال الكوسينس دايره بحال هكا، هنا كاين واحد، هنا ناقص واحد، هنا كاين هنا صفر، نبداو نزيدو ب، هنا كاين بي على اثنان 90، بي على اثنان بالراديان، هنا كاين بي، هنا كاين ناقص بي على اثنان، كاين هنايا ناقص بي، المهم دالة كوسينوس داير بحال هكا. كوسينوس الشكل ديالو اما